السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير، وكنشكركم بزاف 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 على الاشتراكات ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. كنشكركم من كل قلبي. اليوم عندنا البطاطا بسمكه البولبو او الاخطبوط، وعندنا صوبة جد صحيه 100% بالخضره، ما معها حتى شي حاجه ولذيذة بزاف بزاف. نتمنى أنكم تجربوها، ومفيدة جدا لكم ولوليداتكم، ومقوية للمناعة لأن فيها الخضرة، والخضرة بلا ما نقول لكم الفوائد ديالها. شنو عندنا فيها؟ عندنا خيزو، بروكولي، بطاطا، الكابويا الحمراء، فلفلة، والكابويا الخضراء، وطوماطيش، وتقدروا تزيدوا اللي بغيتوا. كاملة الخضرة صحية، يعني الحاجة اللي زدتوها يعني يبقى لكم الاختيار. وعندنا الملحة وسكينجبير وزيت الزيتون، فقط هادشي اللي غندير لأنني بغيت ناكل كما نقولوا الخضرة بوحدها، ما بغيت نزيد فيها لا كنور ولا حتى شي حاجة، مع العلم أن الكابويا حلوة والخزو حلو، يعني ما عندنا ما نزيدو حتى شي حاجة. والبصلة البنات راه نسيتها، وجي لذيذة البنات بزاف مع المذاق ديال البروكولي، مع ديال الكابويا الخضراء، مع الحلاوة ديال الخيزو، مع الحلاوة ديال الكابويا الحمراء، البطاطا، يعني ما نقول لكمش المذاق كيفاش كتطلع هاد لاصوب. دابا نمشيو للبولبو. شنو خاصنا نديرو فيه؟ يعني هو سهل، ما فيش شي حاجة اللي كبيرة. بطاطا مبخرة نديرو فيها واحد شوية ديال الملحة لأننا غنولي نديرو فيها من بعد. وعندنا البولبو أو الأخطبوط، عندنا مبخر حتى هو مصاوب، غير من جبتو درتو في الكونجلي، غنخليه يدوب حتى هو ونرجعو للصوبة ديالنا نشوفوا في المصلات. المهم دابا ها هي طابت البنات، راه واجده، ما نقولكمش الريحه اللي طالعه مع ديك الحلاوه ديال الخيزو ديال الكابويا الحمراء كتحمق. نتلاقاو في التقديم ان شاء الله بعد ما نطحنها. المهم بعد ما داب ليا البولبو سخنته واحد شويه في الميكرووند، غنزيد عليها دابا الملحه بعد ما حطيت البطاطا، فرشت البطاطا من التحت وزدت عليها البولبو من الفوق. غندير عليها شويه د الملحه وشويه د الفلفله حمراء حاره، ضروري خاص تكون حاره لان هذا الطبق كيتقدم حار، مع زيت الزيتون من الفوق. البنات كتجي هائله، انا كنحمق عليها الصراحه، اول مره كناكلها هنا في اسبانيا وعجبتني بزاف بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها حتى نتوما. المهم الطبق ديالنا ديال لاصوب هو هذا، زينته بالبروكولي وبخيزو وبالخبز المحمص اللي مخدوم بالقمح وبالثومه وبالعشوب، يعني صحي صحيه 100% بالخضره ديالنا بالخبز المحمص. المهم نتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، والاطباق ديالي المتواضعه البسيطه تعجبكم. وشكرا على المشاهده، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا على الاشتراكات، وشكرا على اللي لايك. وكنحلق نحمق عليكم عفوا نحمق عليكم بزاف بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله، وفيديو جديد. خليت لكم الراحه وبالصحه والراحه، وشكرا لكم بزاف بزاف.